within a 2.5 kilogram sliding on a horizontal rough surface has a speed of 1.2 meter per second. دي السرعة رقم واحد. When it strikes spring, خبطت spring, it then compresses the spring to a maximum distance, يعني السرعة يعني هيقف الجسم يعني سرعة بصفر, of 5 سنتيمتر. The work done by friction, أثناء الخبطة في friction, الورك بتاعه from the instance the block makes a contact with the spring until it stops minus 1 جول, يعني أثناء الخبط بعد ما رزع السبرينج هنا في فريكشن, شوية فريكشن كده, الورك بتاع الفريكشن بيساوي 1 بالعكس طبعا, حطه بالسالب في القانون. بيقول لي find the spring constant. طيب قانون conservation of energy, كيناتك انرجي 1, عندنا سرعة, بوتنشال انرجي 1, مفيش لان مفيش ارتفاع وما كانش لسه في سبرينج, الورك بتاع الفريكشن او الورك من 1 ل 2 يساوي الكايناتيك انرجي 2 والبوتنشال انرجي 2. طيب هو خبط بسرعه 1.2 تربيع, بوتنشال انرجي ما كانش فيه لان ما كانش فيه ارتفاع ولسه ما حش السبرينج, لسه ما خبطش السبرينج, الورك ماينس 1, هيوقف يعني ماكسيمم ديستانس يعني اقصى شيء فيقف, البوتنشال انرجي نص الكي في المسافه اللي خبطها اللي هي 5 سم اللي هي 5 على 100 يعني كده ما فيش الا كي مجهول. اقدر اقول هنا نص في 2 ونص في 1.2 تربيع ناقص 1, بعدين اضربها في 2 واقسمها على 0.05 تربيع, طلع الجواب 640 دالكي, 640 وحدة نيوتن على المتر. كده خلصنا المطلوب الأولاني. طالب find the coefficient of friction. طيب احنا عندنا الورك بتاع الفريكشن وعندنا ان هو ماينس ميو في ان, ميو في ان في المسافة. حلو, دلوقتي الميو مجهول, ال ان ام جي اللي هي 2.5 × 10 لان هنا في ان وهنا في ام جي. طب والمسافه قال لنا 0.05 والورك بتاع الفريكشن هو عاطيني اياه ماينس 1, فكل موضوع هقسم ده على دول ولازم يطلع من صفر لواحد, فالميو اقل من 1, لو اكتر من 1 مفيش حاجه تمشي. 2.5 لا نقسم 1 على 2.5 في 0.05 فطلع الجواب على 10 اللي هي دي 0.8 الميو 0.8 مالوش 1. طيب يبقى هو كان مديني السرعة خبطت السبرينج ومديني المسافة اللي هنضغطها, طبق قانون عادي خالص, مفيش بوتنشال انرجي في الحالة الأولى, بوتنشال انرجي في الحالة الثانية هو السبرينج, كاينتيك انرجي في الحالة الأولى سرعته هيوقف, والورك بتاع الفريكشن ماينس 1 ومفيش فورس. مديني الورك بتاع الفريكشن ماينس الاف اللي هي ميو ان في الدي, جبت الميو.